لما اقول لك بكره الصبح تبيع على مكتبك يبقى بكره الصبح تبيع على مكتبك. نعم. الشغلانه دي كبيره قوي، محتاجه حد بيفهم في السوق. احنا متفقين فروم داي 1 ان انت اللي بتسوق. بيسوق دماغه مش فيه خالص. اصرف نظر عن القضيه وسيبها تتجوز. مستحيل. وبعدين مش عيب ان الواحد يدور على حقه عشان تكبش. خطر قوي العداله تبقى متاجله. مستر نديم مش ممكن يستغنى عنه. دي حقيقه. البنت اتجوزته في لحظه ضعف. ايوه ودلوقتي ندمانه. مش انت حبيبتي ندمانه؟ طلع جوز اختها، يبقى فين المشكله؟ انت ليه خايفه منه قوي كده؟ عادي يعني صحاب من زمان وكده. انت عمي دي في عصمه راجل تاني. هتخلي المحامي بتاعك يرفع لها قضيه خلع على ليسي قبل ما يضطر كل واحد فينا ياخد حقه بدراعه. انا ما قلتلكش حبني. واتاكدت انها حطت الشيك في الحساب. انا عارف. كل يوم هوديكي محكمه الشيك. سيبوها في حالها بقى، سيب مريم في حالها. تنزل تطرد. السلام عليكم. فضلك مكتب الاستاذه بلد. يا ستي شكرا. الميل ده اوكي. شكرا. اتس اوكي. الميل ده. السلام عليكم. فاكس مش عايزاه. عليكم السلام. من فضلك معايا استدعى للاستاذه ملك في النيابه. طب خدي ابعتي يلا الميل ده. استدعى. ايوه. ليه خير في ايه حضرتك؟ عايزينها في النيابه حضرتك، بس ممكن توقعي لي بس انا حضرتك بالاستلام. أوقع فين؟ حضرتك وقعي لي هنا يا سلام. هنا؟ أيوة. شكرا لحضرتك. اتفضل. والقلم بس يا سلام. اتفضل القلم بتاعك. شكرا. ايه واتساب؟ واتساب؟ دي كارثة. مش وقتك خالص يا نهى. أهلا مستر هشام. أنا حتى مش عارف أودي وشي منك فين، بس أوعدك قريب قوي هتعرفي حقيقة المكالمة السخيفة اللي أنا كلمتها لك دي. عموما أنا نسيت الموضوع ونديم حكالي على كل حاجة. حكالك؟ يا ابن اللذينة يا نديم. طب مش يقول لي؟ معلش الظروف اللي هو فيها بقى. أنا عارف، ربنا يكون في عونه. على فكرة نديم صاحبي من زمان وأنا عارفه كويس قوي. مفيش أي حاجة ممكن تطلعه من الحالة اللي هو فيها دي غير شغله ووقوف الجنب. ما اقولكيش على السعادة اللي كان فيها ساعة لما سيادتك بهدلتيني وقفلت التليفون في وشي، كان طاير في السما من الفرحة. عارفة؟ حاسس إنه كسب الرهان، إن البني آدمة اللي كان بيدور عليها طول عمره أخيراً لقاها. نديم بيحبك فعلاً. تاني قبل ما أمشي، مفيش حاجة هتطلعه من اللي هو فيه غير شغله وحظك. بسطت إني شفتك النهاردة. وأنا كمان. باي باي. باي باي. اهلا انت هنا ازيك؟ ازيك؟ الحمد لله. بصيلي كده ليه، في حاجه غلط؟ العكس زي الامر. ميرسي، عينيك هي اللي حلوه. انا بقول اللي شايفه. مش كده كتير بتكسف. طيب تعالي.
بس كتلهاش. امال ايه؟ اديتهم لها فوق دماغها وجبت لها القديم والجديد. وكل اللي نفسي فيه بقى قلته لها. يا ولد. ومريم الله يسترك يا مريم، الله يسترك يا مريم، الله يسترك يا مريم. هي كمان طرقعت لها معايا. طرقعت ازاي يعني؟ هي بتتكلم؟ ايه يا ناديه في ايه؟ هي لازم تتكلم عشان ترقعهم؟ لا، ادتهم لها بالعين والحاجب كده يعني. امال ايه؟ راح جايه جاري مرميه في حضني وراح كاتبها بالخط العريض. بص اسمعي دي، قول عمي فهمي هيخلصني من الزفت الليسي. ايه يا لهوي، دي تلاقيها اتصدمت. اتصدمت بس دي اتصدمت وبلمت، مبقتش قادر تردي لا من فوق ولا من تحت، ولسانها بعيد عنك اتلجم. اتلجم. عملت انت بقى ايه ساعتها؟ انا بقى ساعتها اول ما لقيتها اتلبخت كده رحت فاتح صوتي على الرابع لدرجة ان صوتي وصل شبرا. ايه؟ وصل شبرا؟ من؟ انا كنت فاكرة وصل مدينة نصر. دي تريقة على فكرة. نعم؟ شكلك بتتريقي. معاش ولا كان اللي يتريق عليه. كمل يا اخويا كمل كمل. رحت بقى ملفت لها وقايل لها انا هنا مش عشان الورث والقضايا والكلام الفارغ ده، لا انا هنا عشان انا كبيركم، انا كبير العيله دي، ومريم دي انا هخلصها من ولي الصايع اللي هي متجوزاه بطريقتي انا. اللي هي ها؟ ايوه اللي هي. ايه يعني؟ قلت لها ايوه بطريقتي انا. اللي هي طريقتك ايه اللي هتخلص مريم من الزفت اللي اسمه الليسي؟ في ايه يا ناديه؟ في عالمك في ايه يا ناديه؟ انت بتحرجيني. اهدى اهدى، احنا مش متفقين قبل كده ان انا وانتي هنحل الحكايه مع بعض؟ بالسوفلي. بس بقول لك ايه، السوفلي ده محتاج ناس بيفهموا كويس، وزي ما قلت لك ده بيكلف كتير قوي. بيكلف كتير جدا، وبعدين بيتعمل على نجاسة. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. نجاسة؟ نجاسة ازاي يعني؟ بقولك ايه، انا هاخدك للشيخ وهبي وهو يفهمك على كل حاجة. لا لا بلاش اروح لعم يوسف وهبي ده. لا لا الله يسعدك. بقولك ما دام من اجل الزيارة بتاع عم يوسف وهبي ده كم يوم كده لغاية انا بقى مع اللي اسمه الواد الليسي ده. ها؟ ايوه. يمكن يمكن معاه اشوف ميته وصل فين، ويمكن هو يترعب من هبتي ويروح مطلق لوحده كده. ايه رايك؟ يمكن. ناديه. ايه بابا؟ مش عارف اسلوبك مش عاجبني اليومين دول يا ناديه. بعدين عاوز ايه انت راجل؟ حاسب يا ابني. ايه في ايه ده؟ بص ايه ده؟ لحقوا انشروا ان انا هزقت ملك الجرحي واديتها على دماغها على الصبح. يا بابا ملك ايه وهزقت ايه؟ بص مش كاتبين؟ ايه؟ الله، ما صورتها ايه؟ مين ده؟ مين ده اللي معاها ده؟ الدنيا مقلوبة على الانترنت، ما وراهمش غير سيرتهم. اسود يا نادية. ايه؟ ما الكلام كده مظبوط بقى، يبقى هتتجوز الراجل ده. أكل عجبك؟ هايل، بس من غير مجاملة. وحش، ولما ارجع المطبخ ارميه كله. يا سلام. طب بتاكل ليه؟ عشان حلو بجد، وبتطبخ حلو فعلا. هو بس لو يبقى فيه شويه شطه يبقى بيرفكت. ايه ده، انت بتحب الشطه؟ سوري، اصل انا ما باكلش سبايسز خالص. تاكليش سبايسي؟ مع انك انت كلك سبايسي. ايه ده، احنا بنعاكس بقى. تعرف ان انا اول مره يحصل لي كده؟ يعني ايه كده؟ يعني ما حدش خطفني كده زيك. عاجب احس ان انا مرتاح. كلامك جامد ده. وبعدين عاده انا ما بتكلمش كتير، معاكي بقى بقلب رغاية على طول، عايز اقول لك كل حاجه لدرجه بخاف تزهقي. ازهق منك؟ وبعدين أنا معاك كمان بحس بحاجات. أحكي لي. معاك بحس إن أنا مش لوحدي، وجودك معايا بيريحني.
ارحموني بقى. انا رايي ترد عليهم بدل ما يكلموا السواق ولاقيني بفتح الباب. مش انت معايا؟ طبعا. خلاص مش مهم يولعوا. طلعت لي من هنا. طلعت لك من هنا. انت اللي طلعت لي من هنا. انتوا بتهزروا يا جماعة؟ أحزاب إيه اللي تاخد أغلبية؟ انتوا متصورين إن إحنا عندنا أحزاب في البلد ليها تأثير في الشارع؟ معاك، بس اللي سمعت إن هما مؤخرا بيحاولوا يعملوا تكتلات جديدة مع بعض. ما يعملوا يا هشام، يعملوا. ده أكبر حزب فيهم لما بيعمل جمعية عمومية بيحضرها بالكتير 5000 واحد. دي ناس ما بيعرفوش غير انهم يرغوا في برامج التلفزيون، فاكرين نفسهم هيغيروا من الاستوديوهات. جرايه يا جماعه، احنا اللي على الارض، احنا اللي نملك الشارع. ايوه بس المعادله اتغيرت كتير في الفتره الاخيره يا نادين. ولا اتغيرت ولا حاجه يا اخويا، والله زي ما هي بحطت ايدك، يمكن اتظبطت اكتر كمان. عارف، بس انا شايف ان في تفصيله صغيره قوي وقعت منك. أه؟ الطرف اللي انت فاهم انه مبقاش موجود في المعادله اني مور لسه موجود لغايه النهارده، بس باسماء جديده وبوشوش تانية. يا اهلا بالمعارك. وانا يعني متصور انهم هيسلموا بسهوله؟ اكيد لا طبعا. طب انا هسمعك تسجيل لرئيس حزب من دول وشوف بيقولوا ايه. سمعنا يا نديم بيه، سمعنا. اتفضل. الو، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ صلاح؟ الحمد لله فضل ونعمه. انا بلغني انكم هتقعدوا يوم الاثنين مع كام واحد من اللي كانوا في برلمان 2010. ما شاء الله عليك يا دكتور، ما فيش حاجة بتخفى عليك. طب أنا حابب نبلغهم إن إحنا ما عندناش مشكلة مع حد، قديم جديد، بلحية من غير لحية، إحنا بنلعب مع الكل. إيه رأيكم بقى؟ إيه المسخرة دي؟ ما هي مسخرة فعلا. إحنا بنلعب مع الكل وعالكل، واخلطوا الحبل بالنابل عشان يتوهوا الناس فيبيعوا لهم أي حاجة عايزين يبيعوها، وبعد كده يكلمونا عن الفضيلة والشرف والأخلاق. خلاص، يبقى زي ما احنا متفقين، احنا هنشتغل من غير ما نحط اي حد في دماغنا. الله ينور عليك. بعدين يا جماعه في حاجه مهمه، احنا مش هنشتري اصوات الناس اللي هينتخبوا رجالتنا، لا، احنا هنفضل نساعد الناس حتى بعد ما رجالتنا ينجحوا. ورجالتنا لازم يقولوا لهم كده، لازم في الدعايه الانتخابيه يقولوا لهم كده، هنساعد عيالكم، كسوا مصاريف مدارس. احنا عايزين نساعد البلد، مش عايزين حاجه منها، مش عايزين فلوس من الحكومه. ومصلحة البلد في مصلحتنا. الله ينور عليك. احنا ليه عايزين رجالتنا يخشوا مجلس الشعب يا هشام؟ عشان نغير في القوانين، عشان نجيب مستثمرين زيادة، عشان نعمل مشاريع كبيرة ونساعد البلد. من غيرنا البلد تقع يا جماعة. وبالنسبة للحكومة هنقول لها كده صريحة، مش عايزين منك فلوس. هو اللي انت بتقوله ده بالتحديد هو اللي مخوفنا يا نادين. ليه؟ أنا قلقان جدا إن المجلس الجديد يطلع لنا فيه شوية ناس من نفس سنين يطلعوا عقدهم علينا ويقرفونا. طول ما انا سايق الطب. على فكره نديم بيه، في مجموعه منهم بيتقابلوا عند داليا عبد الرحمن. داليا مين؟ داليا عبد الرحمن. انا مش رايحه الايجنسي، بس احتمال اخرج مع داليا بالليل شويه. بقول احتمال لسه. يا نديم، نديم، انت رحت فين؟ داليا عبد الرحمن مش هتنفع. ليه يا نديم بيه؟ هو كده يا نديم. داليا عبد الرحمن بعلاقاتها ياما خلصت لنا حاجات في منتهى الأهمية زمان. زمان، دلوقتي الدنيا اتغيرت. يا جماعة، مش اتفقنا إن أنا اللي سايق؟ مفيش عايزني في ايه؟ بيقول في بلاغ ضدك، بس ليه ومين معرفش. هو يعني عشان سكه الضرايب ما كلتش معايا،
بيلف لي من سكه تانية. وده عمك برضو ولا غيره؟ مش مهم. ما هو الوساخه كتير الايام دي، كله عايز يكوش ويمشي. مرة رامي فين؟ راح لواحد صاحبه عشان اخوه ظابط، عشان يتقص لنا ويعرف لنا اخبار استدعاء ده ايه. راح له ليه؟ ما كانش ينفع في التليفون. مش فاهمه. طب ما كان يكلم المحامي، يبعت له حد من المكتب يسال، يمكن ما جاش في دماغه. في حاجات كتير ما بتجيش في دماغه. اقول لك اديله انت على دماغه. هو لما يجي خليه يدخل لي ضروري. اوكي. انت بتورطيني معاها يا اميره؟ وانا كنت اعرف منين بس ان الفاينانشال مانجر مبلغ البنك بوقف صرف الشيك؟ مبلغ البنك؟ اميره ده مبلغ البوليس كمان. والله ما انا عارفه اقول لك ايه. انا كان نفسي الموضوع ده يتم زي ما احنا مرتبين ونطلع لنا كده بقرشين حلوين. بس نعمل ايه في صاحبتك بقى؟ دماغها ناشفه وحظها مقندل. انا اللي بحظي مقندل. اميره انت فاهمه يعني ايه؟ انا وفادي هناخد استماره سته وهنبقى في الشارع. طب وهي مش مفروض تعمل كده؟ انتوا ذنبكوا ايه؟ ده انتوا عاوزين مصلحتها. يا ما هي هبله عشان تصدق الكلام ده؟ مفروض. أميرة البرود اللي انت فيه ده، أميرة بقول لك هترفد ها وبسببك. ممكن قصدي حبيبي. قصدك او مش قصدك او حتى لو نهيتك، صافي أميرة بليز حلي الموضوع ده بليز. يا ريت كان في ايدي حاجة كنت عملتها لك. يا سلام. يعني انت ما يعرفيش ما تعرفيش ترفعي سماعة التليفون وتكلمه وتقول له ان في ميس اندرستاندينج حصل ويبطلوا الاجراءات اللي بتحصل عشان اروح في 60 داهية واطلع مرتشية رسمي بقى. اوكي ماشي. انا كمان ممكن اتكلم مع ملك وخليها تتكلم مع نديم ويطلع اسمك في الموضوع وتتورطي انت كمان. وانا مالي يا حبيبي؟ ده انا كنت مقدمه استقالتي دي ولسه راجعه النهارده. ما كنتش عارف ايه اللي حصل في غيابي ولا مين اللي ممكن يكون عمل كده. بقى كده ثانيه. ايوه خالد. لا معلش اقف في حته فيها سيجنال، انا مش سامع. خالد الليسي. اوكي افتكرتك. اخيرا وبعد عذاب قدرت اوصل لخالد بيه وبلغه باللي حضرتك قلتيهولي. بس في مشكله صغيره بس، ان وقته ما يسمحش يقابل حد اقل من نديم بيه. هو عارف موضوع وفاه بنته، وهو اصلا حضر العزاء وعارف موضوع طلاقه من مراته. طب هو انا ممكن افهم ما اتصلتش ليه على اي رقم من ارقام المجموعه؟ جبت نمره البرايفت منين؟ ايوه ما هو الرقم كان متسجل على تليفون. اقصد احنا كشركه بيبقى عندنا داتابيز متسجل عليها نمر كتير، واكيد من ضمنهم كان رقم حضرتك. خلاص اوكي يا ريت بس حضرتك تكلميني في اسرع وقت ممكن. اوكي باي باي. الله يخرب بيتك انت متخلف يا ابني. الله يخرب بيتك على بيوت اهلك، على اللي جابوا اهلك. عايز تقول ايه؟ ان لقيت النمر على تليفون ملك الجرحي؟ ما انت كنت ماشي كويس الاول، ايه اللي حصل لك؟ ايوه ما هي فاجئتني يعني اول ما قالت لي انت جبت رقمي برايفت منين. يا عم فاجئتك ايه؟ انت عيل عبيط ولا ايه؟ وانا كل مره هتقول لي مره لخبطتني ومره فاجئتني ايوه احنا بنبقى متفقين على كلام وبعدين في نص المكالمه هي بتيجي تحود. لما هي تحود تقوم انت كمان تحود. ركز شويه. قول لي قلقت من حاجه يعني ولا الموضوع ماشي تمام ولا ايه؟ لا اطمن مفيش اي حاجه. وبعدين هي قالت هتظبط وكلمني. اوضه اكلمك على هطل وانا اصحابي كلهم هطل. الكبله يا نهار اسود. ايه ده شكلها غنيه قوي. ايه يا عم شكلها كحيتي؟ يا عم كحيتي ايه؟ اتنين جتك 60 جنيه. خد لك ستر انت شويه واجيلك. تدري على الله. رغد وينك حبيبتي؟ انا وحشني كتير. انا مو رغد. انت مو رغد ازاي؟ لا لا الا الله، ده الزهايمر هيضيعك. ازاي انت مو رغد؟ لا حاولي تفتكري. هو ايش؟ ابدا تفتكريني؟ انت نسيتيني ولا ايه؟ انا خالد الليسي ذكريات. ايه تفتكريني؟ مكالمات؟ طب تليفون؟ اي حاجه؟ انا قلت لك انا مو رغد. انا مو رغد. طب ادخلي انا هفكرك ازاي انت مو رغد. ادخلي. انا لما شفت امين الشرطه ومعاه الاستدعاء شكيت فسالت وعرفت وتاكدت. رحت لها على طول. ساعتها حصل اللي قلت لك عليه. لا برافو. حقيقي برافو. ملك انا عارف ان انا غلطان. هتقول ايه تاني يا رامي؟ مش قلت كل اللي عندك؟
ما انا كانت لعب بيا اوكي، وعارف ان انا يعني مشيت وراها زي الحمار. لا عيب تقولش على نفسك كده، حمار ايه؟ ده الحمار بالنسبه لك جينيوس، على الاقل بيمشي ورا صاحبه. طيب مفيش اي طريقه انك تحليها كده ببساطه وتتكلمي مع نديم؟ اقول له ايه؟ معلش بلغي الكامبين معاك، بس العربون هضرب عليه. لا ما انت مش هتقوليها له كده، هتقولي له نديم يعني الشيك دخل في الحساب بالغلط. يا راجل بالغلط ده على اساس انه هطل، ولما اقول له كده هيقول لي معلش يا ملك فداكي. ربنا ينتقم منك يا شيخ انت والحيوان اللي اسمه فاتي. ايه مفيش من ده خالص، هلاقيها منين ولا منين يا ربي؟ عرفت تلعبها صح بنت الجزمة. اوري له وش ازاي دلوقتي؟ ده واحد بيشك في صوابع ايده، وطبعا هيفتكر ان انا قصدها، هيفتكر ان انا قصدها، وان لولا الناس اللي عنده مفتاحين كنت ضربت على العربون من غير ما حد يحس. تعرف عملت فيها ايه؟ عارف عملت فيها ايه يا رامي؟ عارف عارف عارف. طيب طالما عارف ممكن ما اشوفش خلقتك تاني. مالك انت عندك حق اوكي، وانا لو مكانك هعمل اكتر من كده بكتير على فكره. بلاش صعبانيات وكلمتين مش هياكلوا معايا. طب اتفضل. في بس حاجه اخيره. ولا كلمه كفايه قوي اللي انت قلته، مش عايزه اشوف وشك تاني. قلت لك جزم. الله ينور، تسلم ايدك يا محسن. ولسه ده انا مجند لك واحد واقف قدام بيته ال 24 ساعه، كل تحركاته بتوصل وكله بالصور. لا بس بلاش موضوع مراته ده. اشمعنى؟ هتخش لي قافيه زي ما بقول لك كده. انت عارفاني ما احبش ابقى زي الاطرش في الزف. ولو الاطرش ده خد فوق نفحته نفحه، ده ما يبقاش اطرش بس، ده يبقى اطرش واعمى مكسح لو عايزه. مال ام انا بمراته؟ مش كده والنبي؟ لا تمام كله تمام، زي ما قلت لك بلاش مراته، يعني مش عايزين نفتح على الراجل ابواب جهنم من كل حته، كفايه اللي هو فيه. مع اني مش فاهم حاجه من كلامك بس اوكي بلاش مراته، بس انا هموت واعرف هي اختفت فين. مين سمعك؟ اثبتي بقى. بس بيوجع يا بنت، ارحمي نفسك كفايه بقى، هتموت باوفر دوز. مالكش فيها. طب هي وملهاش فيه، انا ايه البتاع ده؟ انت تخلص بقى عشان عايزاك تعمل لي تاتو. اوكي نو بروبلم، على فكره عادي واعملهولك كمان فور فري، بس ده ايه؟ داليا اديله 2000 جنيه من معاكي حبيبتي. كده اوفر، محدش بيعمل كده. جرى ايه؟ هو انت فاكريني مش هديك اللي بتصرفيه ولا ايه؟ احنا مش متفقين على كل حاجه؟ مش بتكلم في كده، افهميني بقى يا رشا. رغي رغي رغي، انا على فكره ما بحبش الزن، انا زهقت منك قوي، مش هرجع معاكي على البيت، انا هقعد هنا مع الواد المزد ده. تعرفي انه في شبه من عماد؟ عماد مين؟ متاخدش في بالك. ايه؟ قلت ايه؟ يعني ايه بقى ما ياخدش في باله؟ بخرف انا مثلا؟ ما قلتش كده. امال قلتي ايه؟ تقصدي ايه بالكلمه دي؟ شفتي فين انت عماد عشان تعرفي اذا كان شبهه ولا مش شبهه؟ انت اسمك ايه؟ يا لسه فاكره تسأليني؟ اسمي مودي. حلو، كنت عايزه اخلف ولد اسميه مودي، بس خلفت بنت سميتها لوجي. يلا كفايه عليكي كده. ثواني ثواني. لا لا ثواني، كملها بعدين عشان تبتدي معايا. بقيت صعبه قوي. فوقك مني يا حبيبتي، نزليني من على كتفك. ما ينفعش، اصلك صاحبتي
طب بقول لك ايه، انت شفتي اي ديزاين من دول؟ لقيتي حاجه؟ اكتب لي لوجي بالعربي. اصلها وحشتني قوي، باباها الحيوان حرمها مني ومسفرها بره. راجل واطي سايبني ومبهدلني عشان ملموم على واحدة متسواش، لفيته بكلمتين. ما توريله قايلين عليهم ايه النهاردة في الفيسبوك؟ مش لازم يعني؟ لا لازم، عشان يعرف ان نديم راجل وسخ وطول عمره خاين ويستاهل اللي هنعمله فيه. ايه ده، انتوا هتعملوا فيه ايه؟ ايوه حبيبي، ايوه يا حبيبي، شفت وقريت والله. طب ما يقولوا اللي يقولوه يا مفيد. طيب وايه الجديد يعني؟ وهم طول عمرهم كده، اي ناجح عايزين يضربوه. الصحفيين يا مفيد اللي تتخض منهم يا حبيبي. بلاش كلام فارغ، انا لو احط الصحفيين دول في دماغي الله في سمامه خليهم يعرفوا يشتروا القلم اللي بيكتبوا بيه. كبر دماغك يا راجل، سلمني على مراتك يا حبيبي ونام وتهنى وارتاح وما تشغلش بالك. تصبح على خير. ممكن تقول لي اتصرف ازاي في البلاوي السوداء اللي انا فيها دي؟ للاسف انا مضطر اصرحك بالحقيقه، انت في ازمه كبيره فعلا. لا والله، نورت المحكمه يا استاذ. هو أنا جايباك عشان تشوف لي مقاس الأزمة كبيرة ولا صغيرة؟ ما أنا عارفة إني متنيلة على عيني في وكسة مش في أزمة، وإنه في 100 سكين بتذبح فيا. طب بس أنا عايزك تهدي كده علشان نعرف نفكر ونلاقي لها حل. أهدى منين بس؟ وهي كل شوية بتطين زيادة. أكيد هيفتكر إن أنا اللي منزلة الأخبار دي. طب وأنت هتستفيدي بإيه لما تعملي حاجة زي كده؟ مش عارفة بقى يحسبها إزاي. افتكر ان انا مثلا بعمل له شوشره بالعربي كده، بتدبسه يعني. ايوه، بتدبسيه في ايه بالظبط؟ بيتصل. طب رد عليه. هرد عليه اقول له ايه؟ وانا ليه عين اسمعه صوتي؟ لا، ما هو انت لازم تكلميه علشان يقنع الموظفين اللي عنده ان هم يسحبوا البلاغ. اديكي شفتي بنفسك، كل ما اكلمهم منشفين دماغه. لا انا مستحيل اعمل حركه زي دي. وانت فاكرك يعني ان هو لسه ما يعرفش؟ طبعا عرفت. بس انا والله العظيم وحياة بنتي اللي ما بحلف بيها كده. دي مشاكل تافهه، واحنا متفقين اول ما نشوف علي عوض جاي علينا نجري منه على طول. لا لا لا، هو علي عوض ايه؟ المره دي ما فيهاش علي عوض، المره دي فيها انك لازم تسمعني وتعرف اللي حصل بالظبط. انا ما يهمنيش اعرف. بس أنا يهمني. ليه بقى؟ ميرسي. ميرسي. عشان نضيع عمرنا اللي هو قد كده في حاجات ملهاش لازمة؟ بالنسبة لك ملهاش لازمة، بس بالنسبة لي فيها معنى كبير. ملك، أنت مش موضوع شك. إزاي بس؟ أنا لو مكانك كنت هشك. صحيح. واحد زيي حصل له كل اللي حصل له ده في اقل من شهر، لازم يشك في كل اللي حواليه ويحطهم تحت عينيه. بس انا عامل كده عشان كده عرفت حكايه الشيك من غير اميره ما تقول لي. يعني انت كنت عارف؟ طبعا. طب وعارف كمان ان هي تستغل موظف عندي؟ عارف كل حاجه من غير ما اخش في تفاصيل. جمال كلمني وحكى لي الموضوع. جمال مين؟ جمال موظف معايا في المكتب. طب والله كتر خيره. طب ايه رايك ان انا ما اعرفش جمال ده؟ والله ما اعرف. بتضحك على ايه؟ بعدين يا ملك، قاعده عامله زي الموظفين اللي عمالين يبرروا مشاكلهم لمديرهم. مش قصدي، بس انا كل اللي يهمني في الموضوع ده انت وبس. يا سلام. لما هو الموضوع كده، ما ردتيش على تليفون ليه على طول؟ لازم 100 مكالمه و100 مسج. حط نفسك مكاني، كنت محرجه ومش عارفه اقول لك ايه. تقولي لي عندي مشكلة أميرة وراه؟ يعني كنت هتقتنع على طول؟ طبعاً، طالما أنت اللي بتتكلمي أقتنع. ونعيش ضمان. ما أنت مشغل عندك واحدة ما شاء الله،
تدي درس خصوصي للشيطان نفسه. اسمعي بالك، انا عارف كل دبة نملة بتحصل في شركاتي، عارف مين اللي بيشتغل ومين ما بيشتغلش، عارف مين اللي بيخش يأسفين لي في واحد تاني عشان اقلب عليه ومشي، وعارف مين بيسرقني ومين بياخد عمولات من ورايا. كل ده انا عارف. متعتي الكبيرة بقى اقعد اتفرج على ده كله وهم فاكرين ان انا مش شايف. يا سلام يا فرحتي انا بمتعتك دي. ما هو كده ممكن يتمادوا في اللي بيعملوه. محدش يقدر. انا بسيبهم يدوسوا بنزين على الاخر، ولما بنزينهم يخلص تيجي لحظة كده اروح شادد سكينة الكهرباء واطلع لهم في الضلمة. يا ماما خفت. تعالي بقى شوفيهم كل واحد فيهم نفسه الارض تنشق وتبلعه. لا 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 لا، انت مش سهل خالص. انا مش عايزك تفكري في اميرة دي خالص. اميرة ايه؟ سكرتيرة بتشتغل عندي، عندها طموح شوية. طموح كبير بس مش مؤذية. تشربي ايه؟ لاتيه. خلصتي اللاتيه بقى ولا لسه؟ في واحد قاعد على شمالك، ما تبصيش. الله. مع كاميرا بيصورنا. ربع ساعة وهتلاقي كل ده على الانترنت. تانية. انت ما قريتش اللي اتكتب الصبح؟ قريت وانبسطت. انبسطت؟ طب كويس، انا قلت هيشك ان انا اللي عاملة ده. لا انا عارف مين اللي ورا الحكاية كلها. مين؟ مش مهم. طب ما تنزل تكذيب. ليه؟ هم قالوا حاجة غلط؟ بسألك، هم قالوا حاجة غلط؟ معرفش. مش قالوا نديم فخري يقع في الحب؟ طيب لقد وقعت. وقعت؟ ولا ما وقعتش؟ معرفش. انت عارفة كل الهيصة دي هتخلص امتى؟ أول ما نتجوز.